السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد من قناتكم دوجانات. اليوم ان شاء الله جيت معكم نحضروا هذه المعسله اكثر من رائعه، زوينه بزاف بحشوه اقتصاديه. نتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. كتجي شيشه ومقرمشه. ندوزو ان شاء الله باش نحضروا هذه المعسله. هذه اللي غادي نحتاجوا ليها المكون ديال الكاوكاو، هي في الاصل كتحضر باللوز ولكن حنا غنديروا حشوه اللي هي اقتصاديه. عندي هنا 500 غرام ديال الكاوكاو اللي كيكون مقشر. غادي نحتفظ بالنصف الكميه. نصف الكميه غادي نديرها، غادي نقليها في الزيت، والنصف الكميه الاخرى غادي نخليها غادي نسلقها. بالنسبه للكميه اللي غادي نسلق راه غادي ندير ليها، خديت هنا عندي في الطنجره المغليان اللي غادي نضيف ليه قطرات ديال الماء الزهر المركز، وغادي نضيف شويه ديال الفاني بودره، وغادي نديرو يتسلق فوق النار، ما تخليوش بزاف حتى يتعجن. بالنسبه لنصف الكميه اللي غادي نقليو حتى هي ما تحمروهاش بزاف، ما تخليوهاش حتى تاخذ ديك اللون الاحمر بزاف، غير كطلع فيها ديك اللون الذهبي صافي تنحيدوه وكنصفيوه. بالنسبه للناس اللي ما باغينش يقليو في الزيت، كيف يمكنكم تدهنوه غير شويه وتدخلوه للفرن حتى يتحمر. صافي هنا من بعد ما قليت الكاوكاو غادي نصفيه وغادي نخليه على جنب، ومن بعد غادي ندوز باش غادي نشوف هذاك الكاوكاو اللي درت انا عندي هنا في الطنجره، انه درت قلت لكم يتسلق غير تسلق غير شويه، تنصفيه وتنفرش له واحد المنديل وغادي نخليه حتى كينشف، ضروري ما ينشف من الماء ديالو. صافي هنا كندوزو باش غادي نحضروا الخليط ديالنا اللي غادي نعمروا به هذه المعسله. هذه عندي هنا النصف الاول اللي درت فيه اللي سلقته، غادي ندير فيه واحد المعلقه عامره ديال السكر كلاصي. بالنسبه لي هنا ما كثرش الحلاوه بزاف، لان عندي هنا الكراميل كما كتشوفوا راه حلو. ومن بعد غادي نسقيو المعسله ديالنا بالسيرو او بالعسل. اول حاجه غادي ناخذ هذا الكاوكاو اللي انا سلقته، غادي نيلو مزيان، غادي نطحنو مزيان حتى كنحس بيه انه غادي يبدا يتجمع شويه، يعني كاين يعني ساهل باننا نشكلوه. وكذلك غادي نطحن الكاوكاو اللي هو مقلي ومحمر في الزيت، غير غادي نهرمشو. اذا النصف غادي نخليه على شكل غادي يولي شويه على شكل عجين، والنصف الثاني غادي نحضرو على شكل كتبقى لينا باش كنحسو بديك التقرميشه ديال الكاوكاو كيكون في الوسط. هنا خديت هنا تقريبا واحد 6 الحبات ديال المسكه الحره اللي دقيتها هنا كما كتشوفوا مع شويه ديال السكر، وغادي نضيفها الخليط ديال الكاوكاو. بالنسبه لهذوك النسمه اللي درت في السلق ديال الكاوكاو، هي اللي كتحيد لينا داك لوغو ديال الكاوكاو وديك الرائحه ديالو. صافي هنا من بعد ما ضفت المسكه الحره غادي نضيف هنا عندي 2 معالق ديال الزبده. الزبده كندوبوها وتنحيدو ليها هذاك الماء ديالها حتى كتبقى لينا غير الزبده بوحديتها. صافي هنا جمعت ما بين الخليطين ديال الكاوكاو. حشوه كما كتشوفوا راه بسيطه جدا وسهله. هنا غادي نضيف ليها شويه ديال القرفه، تقريبا غير واحد المعلقه صغيره ديال القرفه، وغادي نجمعها بالكراميل او الصلصه ديال الكراميل. اللي ما عندوش يمكن لكم ديروا غير النسلي المركز حتى هو غتجمعوه بها. صافي تنحاول نجمع هذا الخليط هذا حتى كيولي لي على الشكل ديال العجين. وهنا غادي ناخذ ورق الفيلو اللي كيعطيها واحد التقرميشه اللي هي زوينه بزاف، حسن من الورقه ديال البسطيله. بالنسبه لهذا ورق الفيلو غير كونوا حذرين معاه، لانه واحد الورق اللي تيكون حساس ودغيا تيتقطع. كناخذوا هكا ورقه بورقه وتنحاولوا نغطيو المسابق. صافي كما كتشوفوا غادي ناخذ الزبده
اللي غادي نذوبها، وكذلك نحيد منها هذاك الحليب اللي كيكون فيها، لان الا خليناه غادي تقطع لينا الورقه وما غاديش تجينا مقرمشه. تندهنوا مزيان، يعني ضروري انكم تدهنوا مزيان. بالنسبه لكم ما كتشوفوا هنا، هنا سنحضروا الحشوه ديالنا على شكل بوده، وتنبقاو غاديين بهذه الطريقه هذه وحنا تلويو. وضروري اننا ندهنوا مزيان، كنأكد انكم تدهنوا مزيان بالزبده، لان السر ديال هذه القرمشه ديال هذا الورق الفيلو هو الزبده. هنا كنديروا بودان يكون على قياس اللاطا اللي غادي نحط فيها هاد البودان هذا. تنفرشوا الورق المطبخ وتندهنوها مزيان بالزبده، وتنبداو نستفوا البودان اللي عندنا، وكنبقاو مستمرين حتى كنساليو الكميه اللي عندنا. هنا كذلك غادي ندهن ثاني عاود للمره الثانيه بالزبده، لان ضروري كما قلت لكم السر هو في الزبده. صافي، هنا غادي نبدا نقطع اصابع قبل ما ندخلها الفران، وملي كتوجد كنخرجوها وتنسقيوها مباشره بالعسل. انا هنا استعملت العسل، وتنكثروا داك العسل حتى كتشرب لينا هذيك الورقه ديالنا. لان يعني الكميه ديال السكر اللي درنا لداخل راه ما كانتش واحد الكميه اللي هي كثيره بزاف، ضروري انكم تسقيوها وهي يلا خارجه من الفران باش كتشرب لكم مزيان. هنا خديت شويه ديال اللوز اللي حمرته وهرمشته وزوقتها من الفوق على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا. كما كتشوفوا الوصفه راهي بسيطه بزاف، مقادير اقتصاديه سهله التحضير. ان شاء الله جربوها، غادي تنزل معكم من اول استعمال وهذا الشكل ديالها من بعد ما قديناها في البلاطو ديالنا وكنقدموها بالصحه والراحه. نتمنى ان شاء الله هاد لا فيديو تنال الاعجاب ديالكم. ما تنساوناش من اللايكات ومن التعاليق ديالكم. كنقول لكم شكرا بزاف على حسن المتابعه، والى فيديو قادم بحول الله.